سيارة البازات محمد. كان على عيني يا حبايبي، كان على عيني والله العظيم. يا رب يا رب قوينا يا رب، خليك معانا يا رب. زادة ليه تنزل؟ جايلك يا ربي بعد عينك، جايلك ودموعي في عينيا، ندمان وبقلبي ببكيلك، وذنوبي شايفة حواليا. جايلك يا ربي بعد عينك، جايلك ودموعي في عينيا، ندمان وبقلبي ببكيلك، وذنوبي شايفة حواليا. طوعت شطاني وعصيتك، وبعد ما تهت انا لقيتك بتاخد برد بإيديا، خدتلي الدنيا من نفسي، عملت أنا ليه كده في نفسي؟ بجد يا رب أنا نفسي أحس إنك راضي عليا. يا رب مرسي صبايا. أنا بدي هني محمد على الإيفال، بصراحة كان عظيم جدا. أول شيء من ناحية التمثيل ما رح فوت بالتفاصيل، بس أول مرة بشوف وجهه لمحمد هالقد معبر بالتمثيل، وأدائه هالقد معبر. يعني أول شيء كان وجهه مبين محمر وخايف ومرعوب، إيديه عم يرجفوا وممسك من تاني ميل بتاني إيد بأصحابه. أدى الغنية بغنى كتير حلو، غنى كتير حلو، بذات الوقت كان مبين الخوف بس ما زاح عن الغنية ولا زاح عن النوتات، ولا فلتوا منه العرب، ولا فلتوا منه الأفلات، ولا الرنة ما كانت منيحة، كله كان كتير حلو، كان عم يعمل كنترول كتير حلو على كل شيء عم بغنيه. حتى كان في محل هو عم ياخد نفس كان في لهتة بالنفس معبرة كتير، بس بذات الوقت خفيفة منا مزعجة بقلب الأغنية. في مطرح صغير بس بالأول كان في شوية نزال بالصوت، بس رجع زبطه، هيدا لازم يشيلها كومبليتلي، ما يرجع للنزال أبدا. بس أنا برجع مرة جديدة بهني لمحمد. أنا ما رح ضيف عليك شيء لأنه أنا من رأيك محمد عم يشتغل كتير منيح بصفوف، فهم وأخيراً كيف بده يودي صوته لبرا. يعني أنا كنت خايفة كتير عليه وميجي نهار يصير نوميني، يعني خلص حاله بحاله. برافو محمد، إن شاء الله على أحسن وأحسن. مؤثر كتير اللي عمله محمد، كتير. أول شيء يعني شوي راح صوب غادة، يعني يلي هي إنه أحس إنه أنا بدي موت، وبدي وأنا وبالغنية بيقول إنه أنا ارتكبت المعصيات يا ربي، دخيلك كيف بدك تسامحني، أنا هلأ بدي واجهك، دخيلك كيف بدي أعمل. يعني حسيت إنه يعني عم بكمل واجباته الدينية قبل ما يروح. هيدي اللحظة يلي قبل، أنا فخورة بهالشاب، ما بقدر أقول أكتر من هيك. هيدا الشاب
اليوم اللي عمله ايديه على هيدي وجهه لهته بس يقول يا رب كيف يصرخها يعني رح عشوي واحد بيقوم بيغمره بيقول له روق هيك يعني صوت طريقة غنى أنا هيدا بهيدا الإيفال أنا فخورة بمحمد. محمد شاهين أنا بالنسبة لي نموذج التلميذ يلي عم بيتقدم شوي وشوي 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 وتطوره ملحوظ واليوم بفتكر هو من أفضل الإيفالات يلي عملون من أول ما بلشنا بال يعني بالأكاديمية. كتير حبيت كيف أول شيء بلش يحكي مع رفقاته لدرجة إنه فهمنا إنه خلص هيدي الآخرة وإنه خلص ما بنتكل على إلا على ربنا وكيف حتى طلب من البنات من الأشخاص ينزلوا مثل كأنه مضطر يعني خلص إنه عم بيتخلى عن رفقاته. رائع خيار الأغنية وخاصة إنه مثل غادة كمان اختار إنه هاي النهاية. رائع كيف صرخ يا رب وكيف كمل عم بغني وما أجمل ما في عمل يعني أجمل شيء كان النهاية الصمت وكيف عبط رفقاته وعم بيبكي وفعلا كان مؤثر لدرجة إنه نحن صرنا رح نبكي. أنا بالنسبة لي أفضل إيفال اليوم يعني محمد وليا أفضل إيفالين. أنا بدي أقول مش معقول شو حلو لأنه كتير 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 قدر من خلال صوته يعبر عن الحالة اللي عم يعملها وهو يمكن أكتر حدا عبر بصوته عن الحالة بدون يعني لو ما حكي كنا عن جد هلقد تأثرنا كيف أنه حكي وبهالطريقة الحلوة كيف اعتذر منهم أنه رح ينزلوا. حبيت كتير اللعبة اللي عملها أنه فوت الحكي بالمغنى هيدا شغلة مميزة جدا لأنه ما خلته يشط عن اللحن الأساسي بالعكس يقول الكلمة ويرجع دغري يفوت بالطبقة من دون ولا أي غلطة. هيدي شغلة كتير حلوة. لا شك إنه محمد شوي لازم يشتغل على لفظه بعد أكتر تيقدر هالقد يكون كامل ويكون كل شيء عم بغنيه كتير حلو. برافو محمد.